السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، جيتكم ان شاء الله اليوم فيديو جديده، فيديو غادي يكون فيها شويه ديال التنظيم ديال الوقت وكيفاش اننا نستغلوا الوقت ديالنا، يعني ما نجلسوش بزاف في الكوزينه، سيرتو دابا مع الدخول المدرسي الوليدات كيحتاجوا غوتي ديال الدار ولا فطور ديال الدار. فاليوم غادي نقترح عليكم جوج ديال الكيكات بخليط واحد اللي تقدروا انكم ديروهم لوليداتكم بالنسبه للفطور ولا الكوتي ديالهم، لوليداتكم في الفطور ولا الكوتي ديالهم، ساهلين بزاف وتنسموهم كما بغيتوا. حتى الا كان عندكم مثلا دي مول اللي هما صغار تقدروا انكم تخرجوا حتى ثلاثه ديال الكيكات مختلفين، هكا كتنقصوا عليكم الجهد ديال الاسبوع، وكذلك وليداتكم كياكلوا ماكله ديال الدار. ما غاديش نقول لكم الكيكه صحية 100% ولكن احسن بكثير من البيمويات اللي كنشريو في الزنقه صراحه. ما غاديش نكذب على الله ونقول لكم وليداتي ما كياكلوش الكاطو، ولكن كياكلوه، ولكن البنات باغ موديراسيون، يعني انا في التقضيه ديالي ما غاديش تلقاوني كناخذ الكاطوات مثلا الا تشهوا شي نهار ولا شي نهار مشيت هكا وخديته ولكن انه يكون داخل في التقضيه ديالي فصراحه لا، كاع داكشي ديال السقاطه وسميتو ما دخلش في التقضيه ديالي. كنفضل انني ندير لهم هكا كيكه ديال الدار ولا نبقى نوع عليهم هاد الانواع ديال الكيكات اللي غادي نوريكم. هاد الكيكات اللي غنشارك معكم بخليط واحد تقدروا ديروهم في المجمد ديالكم، تقطعوهم بيان سيغ، انا هاد الطريقه كنديرها. وفاش كنخرج الكيكه من المجمد البنات بحال الا يلاه طيبتها، فتنسموهم كما بغيتو تنكهوهم كما بغيتو اللي يعجبكم، المهم هي لاباز ديالهم اللي غادي نتقاسمها معاكم. فخليكم معايا وان شاء الله نبداو الكيكه ديالنا. ولكن قبل ما نبداو الكيكه غادي نوريكم هذوك داك لي طاجير اللي كنت خديت لي ديبيس، غادي نوريكم اون فان دو كونت فين درتها واشنو حطيت فيها. مازال بقاو معايا. فوالا البنات، هذيك لي طاجير اللي كنت شاركتها معكم في الفيديو الاخير، كنت قلت لكم غادي نديرها حدا المسيو كويزين، لحقاش المسيو كويزين كنطيب به بزاف، يعني هو اللي وليت كنطيب به اغلبيه. فها كيفاش نظمتها البنات، كيفاش نظمتها؟ درت هنايا هادو ديال الاكسيون تاع هما، درت الزيت البلديه، الزيت الروميه، كاع لي زيبيس اللي كنحتاجهم، هاد المولان اسيل، طاحت هاد المولاسي اللي خديتوها البنات فاش مشيت للفاكونس. تشوفوا هنايا السيل ديال لاكيرونت، فاش مشيت لاكيرونت في لي فيديو اللي كنت شاركت معكم خديت هاد المولاسي، سهل في الاستعمال حيت اللي عندي انا، بلاتي نوريه لكم اللي عندي انا تهرس ليا، فوالا اللي عندي انا دايره فيه الملحه ديال الهيمالايا. هادي كنت مشينا للاكسيون انا ووفاء وقالت لي زوينه خديها، فكنت خديتها، انا كنت فايته ليا ديجا مجرباها، وفاش لقيتها في اكسيون خديتها. وعندي هذا قديم ديال ليدل، كان عندي شحال هادي خديت منه، خديت لو سيل بلو، عزيز عليا انا نستعمل انواع ديال الملح، خديت لو سيل بلو وبقى لي هاد المولان، ولكن للاسف تهرس ليا، فوالا تهرس ليا، وكان خاصني ضروري انني ناخذ واحد اخر. هنايا كما كتشوفوا العطريه، سكنجبير، الزعفران، الثومه، كامون، المهم اي حاجه درت بالتدريج، هادو اللي كنستعملهم دائما. ولتحت كاين الحوايج اللي ما يعني بحال القرفه وداكشي كامل اللي ما كنستعملوش دائما. بالنسبه للقريعه درت فيها الزيت البلديه، شتو البنات الشكل ديالها كيجا جا زوين، حسن من القرعه عاديه. هاد الزيت جاتني البنات من عند واحد مرات الصديق ديال راجلي، زيت تونسيه ماشي ديال المغرب، فحطيتها تما حتى ان شاء الله نلقى ليها شي بلاصه. فوالا فوالو، هكا داير سميتو. بغيت نجاوب واحد الاخت كتبت ليا ميساج البارح، كتبت ليا على سميتو على المسيو كويزين، بلاتي غير نغسل ليديا البنات وهاني معاكم. كتبت ليا على المسيو كويزين، قالت ليا كيتحرق ليها من الداخل، اشنو هو الحل؟ فوالا اختي، راه حتى انا عندي الطبعه ديال الحريق، شتيها؟ فوالا
انا عندي الطبعه ديال الحريق فيه. ضروري انه يتحرق ليك مره مره، راه ماشي حيت غير المسيو كوزين، راه حتى الثيرموميكس بعد في بعد لي غوزيت كاين اللي كيتحرق ليه. انا صراحه ما كيتحرقش ليا دائما، مي من بعد الى تحرق ليك كديري داك لو بروغرام ديال لاغانساج اللي كيكون فيه، مثلا كديري كاس ديال هذا ديال لو فينيغر بلون، الخل الابيض، وديري كاس ديال الماء، وديري شويه ديال النقيطات ديال ليكيد فيسيل، يعني شي 3 ولا شي 4 ولا 5 ديال النقيطات ديال ليكيد فيسيل، وتخدمي بروغرام فاروما. من الاحسن تخدمي بروغرام فاروما بور كيلكو مينوت، هكا واحد 10 دقائق ولا واحد سمي واحد 10 دقائق بحال هكا، وتخليه. من بعد خليه الماء يترقد فيه هكاك واحد 30 دقيقة هكاك، عاد تحكيه. كاين عاوتاني الحل الثاني هو ليبونج ماجيك، حتى هي كتقضي الغرض من بعد ما ديري ليه هاد المراحل هادو. تمايا بعد المشتريات اللي كنت خديت معاهم خديتهم في العطلة، ان شاء الله حتى نتقاسمهم معاكم في فيديو اخر باش نيت نعاود لكم اشنو وقع ليا في الفاكونس. غادي تضحكوا عليا، منها غادي تضحكوا عليا، كاين اللي غادي يقول لي واش طيتي، المهم كاين اللي غادي ياخذ العبره من هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. ان شاء الله هذا موضوع بوحدو اللي غنعاود لكم اشنو درت. وليت غير كنضحك على راسي زعما لا لا يلا. المهم دابا نرجعوا للكاطو ديالنا، نبداو ان شاء الله بالمقادير. المقادير هما هادو، غادي نبدا معكم بالمقادير. غنبدا معكم دابا غير بلا باز ديال الكيكه، ومن بعد تنسام وداكشي واللي كيجي معاه راه غادي ان شاء الله من بعد غادي نتقاسموا معكم، وكيبقى كل واحد والذوق ديالها، وكل واحد باش تو بغات تنسم الكيكه ديالها. عندي هنايا 7 ديال البيضات، الحجم ديالهم خرجتهم من الثلاجه، 7 ديال البيضات. عندي كذا الكيسان ونص ديال السكر سنيدة، ونفس الكمية ديال الزيت، هذا الكيسان ونص ديال الزيت. بالنسبة للكيسان غادي نوريكم باش عبرت كاس العنبة ولا هذا، انا عبرت بهذا الكاس، هذا المهم. وعندي كاس ديال الماء ديال الشريب، كاس ديال الماء، وعندي الدقيق ديالي، الدقيق ان شاء الله غادي يكون على حسب الخليط. فوالا دابا غادي نبداو على بركه الله. وعندي حتى هو عندي الفاني، بالنسبه لخمارات الحلوه ماشي دابا، حتى الاخير ان شاء الله ملي غادي نبدا نطيب الكيكات ديالي. وعندي ليمول ديالي بيان سور جوج، ولا الا كان عندكم مولات صغار مقادين خد ديروا 3، كان عندكم ديمول اللي هما كبار شويه، انا غادي ندير جوج لانني بلا ما ندير 3 يعني جوج قد كافيين للسيمانه. هكا نعطيهم كل نهار طريف ونقنوا عليهم، مره نعطيهم مع عصير الليمون، مره نعطيهم هكا مع الشوكولا، على حسب المهم على حسب الجو. وبيان سيغ راه غادي ننوع عليهم، راه ما كاينش غير الكيكه في الحياه. فوالا هذا ما كان، نبداو بالسميتو، نبداو ان شاء الله بالتخلاط ديال الكيكه ديالنا. فوالا البنات، اول حاجه غادي نتفقوا عليها هو البيض، تخرجوه من سميتو من الثلاجه، يكون بحراره المطبخ. فوالا بحال هكا، عندي انا 6 نورمالمون كان خاصني ندير 7 ديال البيضات، ولكن متوفر عندي غير 6 ديال البيضات. من بعد غادي نزيدو السكر على البيض، وهادو من اسرار نجاح الكيكه البنات، انه يعني ضروري تخليو السكر يدوب مع داك البيض، خليوه يتخلط مزيان، خليو السكر يدوب مع البيض. الا ما دابش السكر مع البيض ما كتنفخش لكم الكيكه ديالكم في الفران، يعني داك الثقافه ديال شعلي الفران قبل ولا هذا، انا ما كنشعلش الفران قبل. سا ديبون، بعد المرات الا كنت دايره شي وصفه هكا وقالوا لي شعلي الفران كنشعلو، ولكن راه السكر ضروري ما يدوب، ما تخليوش السكر حبيبات ما دايبش، ضروري يدوب باش تطلع لكم الكيكه ديالكم. ومن بعد بيان سيغ غادي نزيد الزيت، وغادي نزيد العناصر الاخرى. بسم الله.
دابا البنات غادي نبدا نزيد الدقيق حسب الخليط. المهم حتى غادي يبان ليا القوام ديال الكيكه ديالنا. وغادي نخدم دابا غير بيدي، ما غاديش يعني ما غاديش ندير طراب الكهربائي ولا الروبو. دابا البنات من بعد ما خلطت الكيكه ديالنا، انا خليت القوام ديالها شويه هكا متماسك لانني مازال غادي نزيد عليه الحليب. انا بصراحه ما كنديرش الحليب، كندير القشده الطريه كتجيبيها كتجيبها الكاطو زوين. نتوما عندكم الاختيار، يا اما تزيدوا القشده الطريه يا اما تزيدوا الحليب يا اما تزيدوا ياغورت، ماشي مشكل. دابا غادي نقسم الكيك ديالي الى قسمين، وكما قلت لكم نتوما عندكم الاختيار، لانه انا اللي عندي المول الاخر صغير. الا عندكم لي مول متوسطين، زعما لي مول متوسطين ما كبارش بزاف، تقدروا ديروا ثلاثه. الا عندكم المول اللي هو واحد مثلا واحد كبير واحد صغير، تقدروا انكم ديروا غير جوج كيكات بحالي. انا لدائيا ندير ثلاثه، جوج غيكفيوني الاسبوع هذا الكوتي ديال الدراري. و بيان سور كيما قلت لكم راه كتنوعوا ليهم لحقاش الدراري الصغار راه كيملوا، ولكن راه كتنفع ماشي شي حاجه اللي غادي تضيع. فوالا انا عندي هنايا جوج الكيكات ديالي. غادي نبدا بالكيكه الاولى، هي اللي غادي نسمها بداك الشيء اللي بغيت، وغادي نحتفظ بهذه حتى نكمل الاخرى ان شاء الله. فوالا البنات اللي غنسم الاولى، غادي ندير ليها معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه وشريحه. فوالا هي اللي عندي شريحه عندي من رمضان، يعني هي اللي عندي غنديرها. تديروا الزبيب ديروا الزبيب، ديروا هذا التمر، ديروا التمر حي فاكهه جافه موجوده عندكم. ولكن قبل من كل شيء غادي نزيد كاس هكا اللي كنت كنعبر به ديال القشده الطريه، هذه هي اللي كناخذها من ليدل، يعني اللي كتطلعوها وكتبان لي شونتيي، هي اللي غادي ندير اولا باش يبان لكم داكشي اللي كندير. هشاشه الكيك هاد القشده الطريه بحال الحليب، غير هي كتجي بنينه اكثر بحال الحليب، بحال الياغورت الطبيعي ولا الياغورت ديال سميتو ديال الفاني. طلع ان فوا خلطتها مزيان، دابا غادي نزيد معلقه ديال القرفه. وكما كتعرفوا القرفه كتجي زوينه مع الفواكه الجافه، التمر وداكشي كامل. حيت هنايا ما استعملتش الفاني، يعني نسمت بالقرفه باش حتى لهذا ما تبقاش ليا الزفوريه ديال البيض ولا شي حاجه بحال هكا. من بعد غادي نزيد هاد الكميه ديال الشريحه، انا ما عبرتهاش البنات، يعني خديت واحد الكميه لا باس بها وقطعتها غسلتها وقطعتها بحال هكا. وغادي نخلطها مزيان مع هاد الخليط ديالي. بطبيعة الحال كندير جوج خمارات حمرين صافي. ان فوا كنخلط كلشي كنديرها يعني كندير
الكيكه ديالي. طيب انا مشيت شعلت الفرانه شويه، واخا ما كنتش غنشعلو ولكن شعلته كوميم واحد الشويه يسخن غير بيد ما ندير الكيكه في المول ديالها. الا كان المول ديالكم صغير ديروا غير خماره وحده ولا هكا خماره ونص. Ça va être des figues. بالنسبة للكيكة الثانية البنات كما كتشوفوا ها هي، غادي ندير نفس الشيء، كاس ديال قشدة طرية ولا الا كنتو كتفضلوا الحليب ولا الياغورت اللي بغيتو. غادي نسمها بالفاني هاد المره، ماشي القرفه، غندير الفاني. هاد الفاني البنات جبتو ليا جارتي فاش مشات هاد الصيف لبلادها الله يجازيها بالخير. وعندي الفواكه الجافه لي فروي كونفي، هادو غادي ندير منهم واحد الشويه. فبسم الله غادي ندير الفاني هو الاول. كما قلت لكم البنات غادي نستن بالفاني هو الاول. هذا الفاني مجهد، غندير غير معلقه وحده. شوفوا انا غيتبدل اللون ديالها، سي نورمال حيت ايسونس دو فاني اللي هو حقيقي. عاد غادي ندير كاس ديال القشده طريه. ومن بعد غادي ندير لي فروي كونفي ديالي. ولا الفواكه المعسلة كل واحد كيفاش كيسميهم. نكملها كامله حيت ما بقاش اصلا فيها بزاف، كنت واخده منها كنت استعملتها. وغندير خماره وحده ديال الحلويات البنات حيت عندي هذا المول صغير، يعني ما بغيتش انها خرج ليا منه ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي بحال المول الاخر. نتوما كتشوفوا على حسب المول ديالكم صافي. ومن بعد غادي نديرها في المول، ما نحاولش نكثر باش حتى الا شاط ليا شويه من الخليط نديرو في شي نديرو هكا في المولا كوب كيك ولا شي مول بحال هكا باش ما تفيضش ليا الكيكه ديالي.
غندير غير هاد الكميه هكا وغنديها للفران. درتو على 170 هكا ولا 180 على حسب الفران ديالكم، ونخليها طيب على خاطرها. وهاد الخليط اللي شاف ليا بيان سور ما غاديش نخسرو، غادي نديرو في دي مول هكا صغار اللي نقدر هكا نعطيهم ليك للدراري. فوالا فوالا البنات، ها هما الكيكات ديالي وجدوا. فوالا كما كتشوفوهم هنايا، هذه اللي كانت شاط ليا، داك العجينه اللي كانت شاط ليا، لاباط اللي كانت شاط ليا، ودرت منها هذه. وهذه تبارك الله كتجي طالعه حيت اصلا المول كبير. وهذه الصغيره دابا وجدت عندي هنايا وحده ديال البلاستيك، هذه خاصه بالاكل البنات، كنت خديت جوج من الماكله ب 5 اورو الوحده. وهادو ديال الدجاج هما ان شاء الله اللي غادي نعمرهم، يعني غادي نقطع هاد الكيك كله طريفات باش يجيني ساهل، وغادي نديرهم في البواطات وغنخلي بيان سور اللي غادي ياكلوه الدراري في الكوتي ديال اليوم. فبقاو معايا. فكما قلت لكم البنات، هنايا ضربت عصفور عصفورين بحجر واحد، الفران شاعل، كلشي موجود، علاش لا انني ندير هكا بكميه كبيره منها تبقى ليا، ومنها ندير يعني ندير شغل واحد بلا ما نبقى كل يوم عاوتاني كنخلط ويبقى ليا الوقت. الكوتي ديالي مهنيه منو، هذاك الوقت اللي غندير فيه الكوتي يقدر ندير فيه حوايج اخرى. هسي غير غادي نوريكم الكيكه كيفاش كتجي. فوالا، من بعد راه غادي نجمعها بيان سيغ. بالنسبه للسكر عندكم الاختيار، عندكم حسب الذوق ديالكم نقصوه ولا زيدوه على حسب الذوق ديالكم، وحتى الكميه ديال الزيت بغيتو تنقصوها بغيتو من الاحسن تنقصوها ما تزيدوهاش، يعني اعتمدوا الكميه اللي درت انا ولا نقصوها على حسب لوريجيم اليمونتير ديالكم وكيفاش كتعجبكم الكيكه انها تجي. دابا غادي نبدا نجمعها. غادي غير ناخذ البيسون البنات، دابا غادي ندوز نجمعها كما كتشوفوا. ما عرفتش واش كيبان ليكم ولا لا، غنخلي هاد الطريف هذا بس هكا باش نبقى نجمع. صافي ابخي اشاك فوا راه كتهزو الكمية اللي نتوما باغيينها وديرو بها الكوتي مع وليداتكم ولا ديروها ليهم في الفطور. المهم راكم كتلقاوها واجدة. فوالا بحال هكا البنات، وغادي نسد عليها بيان سيغ، تزيدو بابي سيلوفان من الفوق تزيدوه. بغيتو ديروها في التلاجة عادية ديروها في التلاجة عادية، بغيتو ديروها في المجمد ديروها في المجمد. المهم غير لي بواط يكونو كيتسدو مزيان وصافي، باش فوالا يكونو كيتسدو هكا كيخرج ليهم لا هواء لا شتاء لا حتى شي حاجة. بس غنطلع مع هذه نسدها ونرجع معاكم
فوالا هيا تسدات البنات فريمون كما تيقولوا محكمه الاغلاق. غنحطها على دو كوتي وغادي نجي نجيب غير واحد الطبلتين فاش غادي ندير هاد الكميه اللي بقات ليا اللي غياخذوها الدراري في الكوتي. دابا غادي نجيب الكيكه رقم جوج حتى هادي غادي ياكلوها في الكوتي. سمع اليوم هكا شوف دابا هاد الكيكه الكبيره هادي اللي ب سميتو. هي فوالا البنات انا دابا جمعت كل شيء خليت غير دوك الطروفه اللي صغار وداكشي يديروا بهم الكوتي اليوم. كما شفتوا جمعت كل شيء في هاد لي بواط هادو جمعت فيهم ديك الكاطو ولتحت جمعت فيه الكاطو الاخر الصغير. فوالا هذا ما كان. كنتمنى البنات انه هاد لا فيديو تكون فاتكم وكما قلت لكم نتوما ماشي مجبرين ديروا نفس الاذواق اللي درت انا. تقدروا تبدلوا تقدروا ديروا زبيب تقدروا ما ديروش كاع القرفه ديروا غير الفاني حسب الاطفال ديالكم شنو كيبغيو وحسب نتوما اشنو كتبغيو. وما تنساوش انه الماكله ديال الدار واخا هكا الكاطو يعني ماشي صحي دو طون زون طون اوموا كتعرفي اشنو فيه ماشي بحال اللي كتكوني كتشريه. وفي نفس الوقت ما تحرموش وليداتكم راه اكيد وليداتنا مره كيبغيو هكا ياكلوا من حويجه ديال الزنقه. فتهلاو فراسكم في امان الله. كنقول لكم السلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.